هذه ابتسامة الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، وهذه ابتسامات الثوار الفلسطينيين، والقاسم المشترك هو الصمود والنضال والتضحية. بهذا الوجه الضاحك وقسمات محياه المشرقة، واجه بن مهيدي جنرالات الاحتلال الفرنسي الغاشم، فألهم الكثير من الثوار عبر العالم، ومنهم الفلسطينيون الذين يستمدون نضالهم من تجارب الأبطال الجزائريين في ثورة التحرير المجيدة. ففي كل مرة يتم القبض على الثوار الفلسطينيين أثناء احتجاجاتهم ومواجهاتهم لقوات الاحتلال الصهيوني، ترتسم في محياهم ابتسامة عريضة تشبه ابتسامة قاهر فرنسا الاستعمارية محمد العربي بن مهيدي. وابن جبال الأوراس الأشم، ولد في مدينة عين مليلة بأم البواقي في 1923، قدم حياته فداء للوطن، فكان المناضل والقائد، فلقب بحكيم الثورة الجزائرية. مورست عليه أشد أنواع التعذيب، فأصبح بصبره وعناده أسطورة الثورة الجزائرية التي أضحت مصدر إلهام الكثيرين. هو الذي قال لرفاقه في النضال: ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. فألقى على المستعمر ابتسامة بقوة قنبلة نووية تحمل الكثير في طياتها، ثم قدم روحه فداء لوطنه ذات الرابع من مارس 1957. رجل استثنائي، جعلت الجنرال الفرنسي بيجار يقول عنه: لو أن لي ثلث من أمثاله لغزوت العالم. فماذا تعرف أنت عن البطل بن مهيدي؟